Bonjour, bienvenue dans l'exercice. Un des triangles ABC. Entre une longueur de trois côtés. Mais AB égale 4,8 cm. Le BC qui mène entre 3,6 cm. Mais AC égale 6,4 cm. À segment AB. On met un point D. Tel que AD égale 3,2 cm. Et sur le segment AC, on place le point E. Tel que AE égale 2,4 cm. بأول partie, بيطلب مني أعمل comparaison للرابور AB sur AC و AE sur AD. حتى أعمل أنا comparaison لهدول الدو رابور, بجيب كل رابور قديش بيساوي. يعني بجيب ال AB sur AC. ال AB sur AC معي أنا ال AB إيجال 4,8 وال AC إيجال 6,4. Alors c'est égal 4,8 sur 6,4 égale 0,75. Quand je peux en AB sur AC. Et aussi, on cherche AE sur AD. L'AE sur AD, c'est oui. Maïl AE égale 2,4. Ou maïl AD égale 3,2. Bitla l'AE sur AD égale 2,4 sur 3,2. Alors, c'est égal aussi 0,75. Haïda biatine, l'AB sur AC égale AE. Sur AD égale 0,75. Alors, ces deux rapports sont égaux. Dans la partie B, BitLab Mini démontre que les deux triangles ABC et ADE sont semblables. BitLab Mini le triangle ABC ou le triangle ADE sont semblables. On dit alors, dans les deux triangles ABC et AED, on a BitLab Mini le triangle ABC ou le triangle A ED sont semblables. أول شيء بحاول دور على angle بأول triangle تكون بتساوي angle بتاني triangle. بالتريانجل ABC وبالتريانجل AED عندي الانجل A هي انجل كومن. بعد ما برهن الانجل A هي انجل كومن بيكون صار عندي أنا بالتريانجل ABC الانجل A بتساوي الانجل A بالتريانجل AED. بحاول فتش على انجل تاني بالتريانجل ABC تكون بتساوي انجل بالتريانجل AED ولكن on ne trouve pas. بهالحالة بما انه انا عندي انجل وحدي باول تريانجل بتساوي انجل وحدي بتاني تريانجل معناتها il faut utiliser la deuxième condition de similitude. حتى استعمل deuxième condition de similitude لازم برهن الكوتي تبعول الانجل A بالتريانجل ABC هني proportionnel على الكوتي تبعول الانجل A بالتريانجل AED. الكوتي تبعول الانجل A بالتريانجل ABC هن ال AB وال AC. الكوتي تبعول الانجل A بالتريانجل AED هن ال AE وال AD. باخد الكوتي الصغير بالتريانجل ABC اللي هو الكوتي AB والكوتي الصغير بالتريانجل AED اللي هو الكوتي AE وبجيب الرابور AB sur AE. نفس الشيء باخد الكوتي الكبير بالتريانجل ABC اللي هو ال AC والكوتي الكبير بالتريانجل AED اللي هو ال AD وبجيب ال AC sur AD. ولكن انا معي دابور la première partie AB sur AC égale AE sur AD. بما انه ال AB sur AC égale AE sur AD on permet le moyen بدل ال AE وال AC بصير عندي AB sur AE égale AC sur AD. يعني صار عندي الكوتي تبعول الانجل A بالتريانجل ABC هني proportionnel على الكوتي تبعول الانجل A بالتريانجل AED. دو كوفيسيون دو proportionnalité سي ايغال ال AB هو 4,8 وال AE هو 2,4 على سي ايغال 4,8 سو 2,4 سي ايغال الور 2. صار عندي انا بالتريانجل ABC وبالتريانجل AED الانجل A هي انجل كومان وعندي الكوتي ال AB وال AC اللي هني كوتي للانجل A بالتريانجل ABC بروبورسيونيل على الاي والاد اللي هن الكوتي تبعول الانجل ا بالتريانجل ا اي دي. alors ces deux triangles sont semblables de rapport de similitude k égale 2. ننتقل على البارتي سي. بالبارتي سي بيطلب مني كالكولي لو بيريمتر دو تريانجل ا دي او بار دو ميثود ديفيرونت. بدي اجيب البيريمتر للتريانجل ا دي او مي بار دو ميثود ديفيرونت. انا بعرف حتى اجيب بيريمتر للتريانجل بده يكون معي لونغور للثلاثه كوتي مع الكوتي AD ومع الكوتي AE ولكن الكوتي DE ما معي اياها.
On peut calculer la longueur de côté de E? Oui. بعد ما كون أنا برهن دو تريونجل سومبلاب حتى أجيب حياة لونجور بحاول استفاد من الرابور دو سيميليتود. عندي دابري الرابور دو سيميليتود AB سور AE إيجال AC سور AD سي إيجال BC سور ED هيدا الرابور دو سيميليتود. أوسي أون بي دير كو سي إيجال A2. بكل الأحوال هذا بيعطيني 4.8 سور 2.4 إيجال 6.4 سور 3.2 إيجال البي سي معي 3.6 من الدوني على الـ ED. هذا بيعطيني ألور الـ ED إيجال 3.6 فوا 3.2 سور 6.4 ألور سي إيجال 1.6 سنتيمتر. بعد ما أجيب اللونجور للـ ED صار فيني أعمل كالكول للبريمتر دو تريونج AED. ألور لو بريمتر دو تريونج AED سي إيجال لا سوم دو لونجور دو سي 3 كوتي ألور سي إيجال 7.4 سنتيمتر. Alors, d'après la première méthode pour calculer le périmètre du triangle AED, on a cherché la longueur de ED et puis on additionne les trois longueurs de côté de ce triangle pour chercher le périmètre. Dans la deuxième méthode, nous avons vu notre triangle ABC ou triangle ADE sont deux triangles semblables de rapport de similitude K égale 2. Ou on a une formule qui dit que nous avons deux triangles semblables de rapport de similitude K. معناتها الرابور دو بيريمتر لهدول الدو تريونجل كمان ايجال كا. هيدا بيعني البيريمتر للتريونجل ABC على البيريمتر للتريونجل AED ايجال كا. الكا يعني ايجال دو. معناتها انا حتى اجيب البيريمتر للتريونجل AED لازم يكون معي البيريمتر للتريونجل ABC. انا بعرف التريونجل ABC البيريمتر اللي له هو السوم دو لونجور دو سي كوتي. التروا كوتي معياهم بجيب اللونجور بيطلع عندي البيريمتر للتريونجل ABC إيجال 14.8. بحط محل البيريمتر للتريونجل ABC 14.8 بصير عندي 14.8 سور البيريمتر دو تريونجل AED إيجال K يعني إيجال 2. يعني البيريمتر للتريونجل AED سي إيجال 14.8 سور 2 سي إيجال 7.4 سنتيمتر. هيك أنا بكون جبت البيريمتر للتريونجل AED بار دو ميثود ديفيرونت. بأول ميثود جبت اللونجور لل ED. بتاني ميثود إذا عندي دو تريونجل سومبلاب دو رابور دو سيميليتود كا معناتها الرابور دو بيريمتر أوسي إيجال كا جبت البيريمتر للتريونجل ABC ومنه طلعت البيريمتر للتريونجل AED.